سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم مس الطيب بعد عقد النية، نية الإحرام، خصوصا أن الحجر الأسود يضع الناس عليه الطيب ونحن نستلمه ونقبله، فإذا علمت أن الحجر مطيب من الرائحة فهل أقبله؟ أفتونا مأجورين. إذا عقد الإنسان نية الإحرام حرم عليه أن يتطيب، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان واقفا بعرفة فأتوا إليه وقالوا: يا رسول الله، إن رجلا وقصته ناقته فسقط ومات، مات وهو واقف بعرفة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوه، ولا تحنطوه، أي لا تجعلوا فيه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك يا الله من فضلك. فقال: لا تحنطوه. لماذا؟ لأنه محرم. ولهذا قال: كفنوه في ثوبيه. إذا مات الإنسان وهو محرم لم يحل فإنه يكفن في إزاره وردائه، ما يؤتى بخرقة جديدة، بل يكفن في الإزار والرداء الذي كان محرما بهما. نظير ذلك إذا استشهد الإنسان فإننا لا نكفنه بكفن جديد. ماذا نصنع؟ في ثياب، يكفن في ثيابه، ندفن في ثيابه على ما فيها من الدماء، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هكذا الذي يموت قبل أن يحل يكفن في ثياب الإحرام، لأنه يبعث يوم القيامة يقول: لبيك اللهم لبيك. الحجر الأسود إذا طاف الإنسان وشم رائحة الطيب إذا قرب منه فلا يقبله ولا يستلمه، لأنه لو فعل لعلق الطيب بيده. لكن لو فرض أنه فعل والرائحة موجودة لكن لم يعلق بيده شيء، يعني معناه أن الطيب قد يبس، فلا شيء عليه، لأن شم الطيب لا يضر. فإن قدر أنه طيب قريبا وأثر الطيب موجود ولما مسحه علق بأصابعه، على طول يمسحه بكسوة الكعبة، ما هو برجائه، بكسوة الكعبة حتى يزول ولا يضره.